مرحبا كيفكم، اسمي بيرلا واهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح ارجع اجرب اكلات غريبه، بس هاي المره اللي انتم بتحبوها. عملت فيديو قبل اكلات غريبه بحبها المشاهير الاجانب، وطلبت منكم بالفيديو انكم تكتبوا لي بالكومنتس اشياء غريبه بحبها المشاهير العرب، والاشي اللي كثير حبيت تكتبوا بحالكم وانكم تركتوا المشاهير العرب وكتبتوا ايش انتم بتحبوا. اول اكله غريبه، جربي دوريتوس الكيس الاخضر مع بوظه فانيل. فهي جبت دوريتوس والبوظه الفانيل. اسمعوا هيك للحظة في اشي هيك غريب تحسوه، بس بعدين هيك ما بلش تستوعب وانت تحس انه زاكي. استغربوش وانا كمان كنت مستغربة، بس والله هاي الاكلة بعطيها 7.6 من 10. هاي الاكلة اسا تونة حطيتها بكوباي يدوب معلقة هالقد، لانه حاسة مش رح يكون في الها مستقبل زاهر مثل الدوريتوس والفانيل. انتو حابين بهذا الفيديو تكرهوني بالنوتيلا؟ حابين صراحه. بالكومنت مش شارحين طريقه التقديم، فراح احاول هيك اتخيلها. بعرفش اذا هاي المعلومه صح ولا انت حابه تعذبيني، بس راح اجربها. يعني باش بدي اجربها بقول لا، بدي اتردد، بس برجع بتذكر اللي اكلتهم بالفيديو اللي مرق، بقول خلص يعني اللي مرق اصعب. لا لا، 0 من 10. اسا كمان بدنا نستعمل النوتيلا مع فشار مع بوب كورن. اظن انه هذا رح يطلع زاكي. هاي جبت انا كيس فيه بوب كورن. عم بحاول هيك احس بطعمة البوب كورن مع النوتيلا، بس اللي عم بيطلع معي بس نوتيلا. نوتيلا بوب كورن بعطيك 6 من 10. الاكل اللي وراه كورن فليكس بالشطة. الكسر، انا مش كثير بحب الشطة، بس كثير بيعملوها مثلا احنا العرب بنعملها مع المشاوي سلطة، او بقولوا لها سلطة شطة، بعرف شو بسموها، بس بحطوها كثير مثلا مع اللحوم وهيك، فعشان الكل باكلها وبقول واو شطة وبنعجق عليها وبتعرفوا، فبحاول اكون ضمن المجموعة واقول واو شطة وانا كمان باكل، فعشان هيك باكلها، فرح اعطيها 5 من 10. بدنا نيجي لدوريتوس ازرق، مش الاخضر اللي استعملناه بالاول، ازرق مع نوتيلا. بتعرفوا شغلة كمان، الدوريتوس الازرق ولا مرة جربته، فهي كمان أول مرة بالنسبة إلي. بيتزا مع نوتيلا هيك بالضبط عم بيصير جوا. سمعت عم تقول تخيلك خلص تاكلي اشياء. اقولكم صراحه يعني مش حاكذب عليكم، مش عاقل بس مش واو. فهاي الاكله رح اعطيها 5.8. خلصت لليوم تجارب واكلات انتم بتحبوها. اذا حابين تشوفوا جزء ثاني من اكلات غريبه انتم بتحبوها، اكتبوا لي بالكومنتس ايش انتم بتحبوا اكلات اشي غريب تحبوني اجربها بالمستقبل. بتمنى هذا الفيديو عجبكم، اذا عجبكم حطوا لايك، اشتركوا بقناتي اذا بعدكم مش مشتركين، وحطوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان اول ما ينزل فيديو تكونوا من اول الناس اللي بيحضروه. واذا ما عجبكوش الفيديو برضه نفس الشيء. بشوفكم حبايبي بالفيديو الجاي، باي.